بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الثورة لبت لكل الشهداء، لازم كل الشعب يلبي لهذه الثورة. لا تهمنا من مداهمات النظام، أهم شيء عندكم مسيرات القرى لا تقل، لازم تدعمونها بقوة. مسيرات الكبرى ممكن ما يروحون يداهمونها، لكن مسيرات القرى هي اللي يداهمونها ويلقون عليها كل مسيلات دموع. لازم انتم بقوة يا أيها الشباب، أيها الثوار، استعدوا لكل القرى، في كل القرى اطلعوا لأجل ثورتكم، لأجل السجناء والرموز والشهداء. بارك الله فيكم، انطلقوا في الشارع إن شاء الله ولا يهمكم النظام. السلام عليكم.